ان اللي قام بيه في حرب اكتوبر انقذ حياه الاف من الشهداء المصريين اللي كان ممكن جميعهم يستشهدوا علشان يعبروا خط بريف في هذا التوقيت. الفكره بتاعته وتطبيقها وما استفاد بيه من ايام ما كان مهندس في السد العالي اعتقد انها انقذت الاف الارواح المصريه. اعتقد انه رمز خالد لا يمكن ان ننساه ولا يمكن ان ننسى فكرته بالمره اللي طبقها بالفعل وبالفعل على تعامل مع زعيمين مصر دائما بتخلد ذكراهم الزعيم جمال عبد الناصر والزعيم محمد انور السادات، وقناعه الزعيمين بالفكره نفسها وتبنيها بيدل تماما على ان هناك دائما من يساند من يفكر في اتجاه خير هذا الوطن. الراجل عبقري جدا ويعني شيء مشرف للوطنية المصرية ومشرف للمصريين ومشرف للذكاء المصري. نحن طبعا ما حدش أبدا يقدر ينكر أن مصر دي هتنجب كثيرا من الناس اللي زي اللواء بائي وزي غيره اللي بيحبوا هذه البلد وبينقذوها في وقت الأزمات. اللواء بائي كان شخص عظيم جدا جدا وكان متواضع جدا جدا جدا، عمرنا كنا بنحس ان هو عمل الانجاز العظيم اللي هو عمله ده وعمره كان بيفتخر بيه. احنا بالصدفه حكايات من حكايات هو بيحكي لنا عن الحرب اكتشفنا ان هو عمل الانجاز العظيم ده. طبعا اللي شفناه النهارده ناس كتير قوي جايه ومندوبين مندوب الرئيس جمهوريه ومندوبين من الجيش كتير جدا، حسينا قد ايه الراجل ده كان عظيم جدا بس كان متواضع جدا جدا جدا. عينك على العالم.